واحد اللي بده نشوفه في العمل. ليش؟ بما انني مانيش حاضر في العمليه هذه وما نعرفش خلفياتها ما نعلقش. ما نعلقش. انا تسير نحب نسير عقلاني بناس يطيعوا العقلانيه ويوهبوا انفسهم للجزائر اذا كان الشعب الغالي باش تقود الامه. ما يكونش في الفريق تاعي مشبوه، ما يكونش في الفريق تاعي واحد بوش وضيف، ما يكونش في الفريق تاعي انا مدير سياسه الاحباب وسياسه العائله والجار والعم والصار والصحاب والحبيب حاطيني هالصوب. هذه الجزائر تحب تدير احباب ديرهم في دار، ما تديرهمش على ظهر الشعب ولا على ظهر الدوله الجزائريه. باش نجيب انا هذا صاحبي وهذا ابن عمي وهذا قريب ليا باش يتهلا فيا ويخبي لي باش نبعث له هرب انا وياه بالشكاره خاطيني على الاطلاق. وضوح تام في السير تاعي، ها هو باش تمشي. واقول هذه الكلمه للشعب الجزائري اليوم،